الله الرحمن الرحيم. أيام تفصلنا عن ذكرى انطلاق الثورة المباركة في البحرين يوم 14 فبراير، حيث قام الشباب وفي مقدمتهم رمز الثورة الأستاذ عبد الوهاب حسين في صبيحة يوم 14 فبراير من عام 2011، قبل ثلاث سنوات بالتحديد من هذه الأيام، بالخروج إلى الشارع وإلى الساحات، وانطلقت الثورة معلنة عن شرارتها. نحن في هذه الأيام نحيي هذه الذكرى المجيدة على كل شعب البحرين، ونجدد في هذه الذكرى عهدا إلى شهدائنا الذين سقطوا طوال هذه الثورة ورووا شجرتها بدمائهم، وأيضا نجدد العهد إلى رموزنا المعتقلين وإلى كل معتقلين وإلى كل جرحانا وكل من أصيب في من قبل مرتزقة هذا النظام. إننا نجدد لهم العهد بأننا ماضون على 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 على, على مطالبهم وعلى نهجهم إن شاء الله، حتى تحقيق هذه المطالب، والتي أولها إسقاط هذا النظام وملاحقة كل المجرمين والقتلة، حتى إنزال القصاص العادل بهم أيضا، ونعاهدهم بأننا سوف نمضي في النضال وفي الجهاد ضد وجود الاحتلال السعودي حتى آخر جندي له على أرض البحرين. نريد أن نستعيد السيادة وأن تكون السيادة لأبناء الشعب البحريني أيضا، ونحن في هذه الأيام نريد أن نحيي هذه الثورة بالنزول إلى الساحات والميادين في الوطن البحرين، ونعبر عن مطالب البحرين حياة قوية إن شاء الله، بالتجاوب مع كل البرامج التي دعت لها كل الفعاليات الثورية من ائتلاف شباب الثورة، من حركات الوفاء، ومن كل الحركات الشبابية الثورية إن شاء الله. نجدد العهد إلى شعبنا إن شاء الله بأننا هنا في الخارج ماضون على مطالبهم وبالتواجد في كل المحافل الدولية. نحن في هذه الأيام سوف نحيي برنامج، سوف يكون لنا برنامج حافل للمعارضة هنا في الخارج تحت عنوان تكتل المعارضة هنا في لندن وفي كل مكان إن شاء الله في العالم، لنقف صفا واحدا كتفا بكتف مع أبناء شعبنا الذين يحيون مثل هذه الأيام في الداخل إن شاء الله، والنصر القريب بإذن الله.